الأخت ندان عسري، كيف نواجه حالة العزوف عن القضية وضعف الاهتمام بها؟ أي إنسان أردت أن ترغبه في شيء عليك أن تعرفه به. مثلا المغربي كيقول اللي ما عرفك خسرك، اللي ما عرف القضية الفلسطينية خسرها. والقاعدة الفقهية تقول الحكم على الشيء فرع تصوره، لكي تحكم على القضية الفلسطينية أنها مهمة وعليك الاعتناء بها عليك أن يكون عندك تصور صحيح عنها. ولهذا من وجد قطعة ماس وهو لا يعرف الماس يضنها حجرا ويرميها في الزبالة. اليوم ليس عندنا من طريق لتقريب الشباب من القضية الفلسطينية إلا أن نعرفهم بها، ناحية التاريخية، ناحية الدينية، ناحية الاستراتيجية، ناحية الحضارية، والنواحي الأخرى العسكرية والأمنية والاقتصادية والجغرافية والديموغرافية. وهذا يضع على العلماء العارفين مسؤولية أن يبحثوا عن كل الوسائط والمنصات ووسائل التعريف بالقضية. نعم الكتاب مهم والمجلة مهمة والبرنامج التلفزيوني مهم، وخاصة الفيلم الوثائقي بين قوسين لعلكم شاهدتم الحلقة الأخيرة من برنامج ما خفي أعظم لتامر المسحال والذي أدعو الجميع إلى مشاهدته، لأنه كانت حلقة رائعة واستثنائية وترفع المعنويات بشكل منقطع النظير، وتبين أن المقاومة في غزة ليست كما نظن ولا تشبه أي مقاومة في الدنيا، ولم يقع في التاريخ هذا الذي تحدثه هذه المقاومة على ضعفها والتآمر عليها وحصارها. إذن ابنتي ندى، ليس هناك من طريق أعرفه إلا طريق أن نعرف أبناءنا ونعلمهم ونربيهم ونوعيهم بكل وسائل الإثارة، ومنذ الطفولة المبكرة، الرسوم المتحركة، القصص المصورة بالحروف المكبرة والملونة للأطفال الذين يتعلمون القراءة منذ السنة الأولى من أعمارهم. Yeah.